بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده الدايره الجديده الديفرنشيتور، وهناخد الدخل بتاعها عن طريق دايره الاستيب. في شويه حاجات ثابته في دايره الديفرنشيتور او الانتجريتور او حتى الاستيبل، ودي حاجات ثابته موجوده مع الاي سي 741. دايما عندنا اول حاجه اللي هي التغذيه، الرجل رقم 7 دايما الموجب بتاعها بنوصلها بكل بساطه، وعندنا الرجل رقم 4، الرجل رقم 4 دي السالب بتاعنا. عندنا دايما الرجل رقم 3 معاها مقاومة 10 كيلو، الرجل رقم 3 معاها مقاومة 10 كيلو موجودة مع الأرضي بتاعنا. عندنا كل المختلف في دايرة الديفرنشيتور ان في مقاومة، في مقاومة 10 كيلو بين الرجل رقم 2 والرجل رقم 6. ادي الرجل رقم 2 وادي الرجل رقم 6، ادي الرجل رقم 2 وادي الرجل رقم 6. وكمان في مكثف الموجب بتاعه مع الرجل رقم 2، والسالب بتاعه هيجي مع الأرض. هناخد الدخل بتاعه طبعا من الرجل رقم 6 اللي هي خارجة الاستيبل، وهيخش على دخل الديفرنشيتور وكده الدايرة تكون